مظبوط. طيب ايه رأيكم نحسن شوية في الموديل بتاعنا او في البندول بتاعنا؟ لو عايزين مثلا نخليه هو فيه دلوقتي قضيب، عايزين لا نحط مثلا فيه كورة كمان نوصلها بالقضيب ده من تحت. طيب ازاي؟ يبقى عايزين كمان جسم، كورة عبارة عن جسم، يبقى نرجع للايباري بتاعتنا وناخد البوديز، هاخد كمان بودي، افتحه، احدد الكتلة بتاعتي مثلا عايز كورة مثلا 5 كيلو. تاني المشكلة بتاعتنا الانيرشيا تنسو مؤقتا برضه لحد ما نتعلم ازاي الانيرشيا تنسو بتحسب، هنكتبها كده جت الانيرشيا تنسو بتاعت كورة قطرها 1 متر ووزنها أو كتلتها 5 كيلو. طيب خلصنا الماس والانيرشيا تنسف، فاضل ايه؟ نفس الكلام برضه، لازم احدد السنتر اوف جرافيتي او مركز الثقل بتاع الجسم بتاعي ده هيكون فين. انا لو ارجع للشكل هنا، انا بالظبط الكرة دي هتبقى متوصلة في الاخر بتاعه، يعني مثلا احنا قلنا هيبقى قطرها او نصف قطرها متر، يبقى هي اخر البندول بتاعي عند الاتنين، شيل بقى الكلام ده عشان يبقى العملية واضحة، اخر البندول بتاعي هيبقى عند الـ2 متر، يبقى هنحط ديت كمان متر، هتبقى اخرها عند 3 متر في محور الاكس برضه. تمام. عايز ايه تاني؟ انا دلوقتي الكورة بتاعتي عرفت مركز الثقل بتاعها ايه، قلنا لازم نعرف لأي نقطة اتصال أو أي نقطة عايز أعرفها في الجسم أوصل بيها جسم تاني، أوصل بيها محور، لازم أعرف لها كوردينيت سيستم. أنا عايز أوصل الكورة ديت بجسم واحد بس اللي هو القضيب بتاعي، يبقى هعرف كوردينيت سيستم واحد بس اللي هو سي اس واحد، هيبقى إحداثياته ايه؟ نرجع تاني للشكل بتاعنا. هو هيبقى برضو 2، يعني في الاتجاه الاكس هو المركز الثقل هيبقى هنا، وهنا اخر الكرة هتبقى هنا عشان هي نصف قطرها متر زي ما قلنا، يبقى دوت هيبقى 2، احداثياته 2.0. تمام. انا عايز سي اس 2 ده مش محتاج، انا محتاج بس اعرف نقطة واحدة، وممكن امسحه هنا. مخلي بالنا ان احنا كل الاحداثيات بتاعتنا ديت بالنسبة للوورد كوردينيت، الوورد اللي هي بيعرف في الموديل بتاعي اللي هو الاحداثيات العامة زي اللي هنا مثلا اكس واي. تمام. لو عايز اتفرج المكانة بتاعتي بشكلها ايه ازاي دلوقتي، هدوس على الزرار ده عشان يعمل ابدي. اي كلام كويس جدا، اسيبلي حاجة قريبة من الكورة، مركز ثقلها عند 3.0 واخرها عند 2.0. تمام. طيب انا دلوقتي عايز اوصل البادي بتاعي دوت بالبار، يبقى لازم اعرف نقطة جديدة في البار بتاعي دوت او في القضيب اوصل بيها البادي دوت. طيب يبقى لازم نعرف قلنا ايه نقطة تانية هنا في القضيب بتاعنا. هنزود كده كوردينيت سيستم تاني، نسميه مثلا ايه كوردينيت سيستم 2 عن طريق السهم ده كده. طيب احداثياتها هتكون فين؟ لو نرجع نشوف الشكل بتاعنا، التعليق هي 0.0، مركز الثقل 1.0، النقطة الأخرانية فيها تبقى 2.0،
عشان هو طوله كله 2 متر زي ما قلنا. طب يبقى دي هتبقى 2 وصفر. طبعا بالنسبة للوورد كوردينيت سيستم تمام جدا. طيب نرجع هنا نشوف ايه التغيرات اللي حصلت عندنا. نشيل الالبسويد دوت ونشوف بس الكونفكس هال، ندوس على الزرار دوت عشان يعمل ابديت للسيستم بتاعي. المفروض بقى يظهر عندنا دلوقتي القضيب فيه 3 coordinate systems. تمام، بقى دلوقتي الكونفكسال او الغلاف بيوصل coordinate system 1 مع center of gravity مع coordinate system 2 بتاعت البور. والجسم التاني ده ايه؟ دي center of gravity او مركز الثقل بتاعت الكرة، متوصلة برضو بآخر بكوردينيت سيستم 1 بتاع الكرة. تمام، طيب دلوقتي خلاص بقى عندنا في كرة وفي عندنا قضيب، المفروض نوصل الاتنين ببعض. نقدر نوصلهم كده مباشرة ونبدأ السيميليشن ونشوف ايه اللي هيحصل. نلاقيه طلع لنا رسالة خطأ، يقول لك ما ينفعش في بادي بلوك يتصل مباشرة ببادي بلوك، لازم يكون في النص، يكون في جوينت. تمام، يبقى لازم نحط جوينت. طب ازاي نحط جوينت احنا مفيش اصلا وصلة في النص؟ هنلاقي هنا السيمولينك معرف لنا جوينت بسيط خالص اسمه ويلد. هنلاقيه في الجوينت، عبارة عن زي ما يكون مثلا لحام، يعني بقول له ان الجسم دوت ملحوم في الدم. تمام جدا، يعني مفيش اي حركة نسبية بين الجسمين دول، مجرد لحام بين الجسمين دول وبعض. تمام، نسمي مثلا ديت بول ونجرب تاني نشتغل. تمام جدا، نحب نتفرج على الشكل بتاعنا، نشوف ال equivalent ellipsoid. نلاقي دول بتاعنا بقى شكله أحسن كتير. طيب عايزين نتفرج ايه اللي عندنا دلوقتي. هنا عندنا القضيب بتاعنا طوله هو 2 متر، متوصل بالكورة بتاعتنا اللي هي نصف قطرها متر. تمام، نرجع تاني لو عايزين مثلا نفتح السكوب بتاعنا اللي نفس الكلام، بيقيس الانجلز الجديدة مع او الزاوية كده اللي في الوقت. هنا عشان انا وقفت السيميليشن بس فوصل عند 0.7 ثانية. ممكن نرن تاني. هو الانسان دايما عجول مستعجل. طيب كده تمام جدا، نفس الكلام برضه من صفر سالب 180 وبيرجع تاني. طيب عايزين نحسن شوية في الموديل بتاعنا، أو مش نحسن، أنا دلوقتي مجرد بس عندي بندول بسيط بيتحرك تحت تأثير الجاذبية. أنا لأ، أنا عايز أحط بقى إيه، أحط محرك مثلا في المفصل بتاعي دوت أو في المحور يحرك لي البندول دوت زي ما انا عايز، بسرعة مثلا ثابتة، او يوقفه مثلا عند زاوية ثابتة، او يحركه بسرعة متغيرة. طيب يبقى ازاي اعمل الكلام ده؟ انا محتاج محرك. طب الاقي المحرك ده فين؟ ارجع تاني للسيميولينك لايبراري السيميكانيكس، الاقي مع السنسورز في حاجة اسمها اكتويتورز او محركات،
انا المحرك ده هحطه فين؟ هحطه في الجوينت بتاعي، يبقى اختار جوينت اكتويتر، احطه هنا. ممكن مثلا نرفع دوت فوق، طيب الجوينت اكتيفيتور ده عايز اوصل بالفوليوت او بالمحور بتاعي ازاي؟ لازم اخلي برضه زي ما وصلت السنسور اوصل الاكتيفيتور، افتح الفوليوت واقول له زود لي كمان بورت عشان اوصل بيه اكتيفيتور او سنسور. السنسورز او اكتيفيتورز بتتصل بنفس البورتات عادي، مفيش بورت خاص للاكتيفيتور او بورت خاص للسنسور. وصلت هنا. طيب يبقى انا عندي دلوقتي اكتيفيتور، افتح كده الاكتيفيتور واشوف فيه ايه جوه. بيقول لي انك ممكن تعمل اكتيفيشن عن طريق او تحريك عن طريق، اما عن طريق الفورسز او التوركس، يعني اقول له مثلا المحرك بتاعي ده بيدي مثلا عزم 10 نيوتن متر، او الخيار التاني ان انا عن طريق الموشن احدد له هنا الانجل الزاويه والسرعه الزاويه والعجله الزاويه اللي بيديها المحرك بتاعي ده. للمثال بتاعنا البسيط هنستخدم الخيار دوت. طيب يبقى زي ما شفنا كده، احنا عايزين ندخل له 3 حاجات، لازم ندخل له الانجل، وندخل له الانجل اوف فيلوستي، والانجل اوف اكسلريشن. الوحدات دي الوحدات بتاعتي، هنا ديجري او راديان، خليها ديجري، هنا ديجري برضه بير سكند او درجة في الثانية، هنا درجة ثانية سكوير. طيب انا محتاج، يبقى زي ما قلنا نرجع تاني للنقطة المهمة اللي قلناها، نقول ان احنا عندنا في البلوكات دي كلها بتاعت السيميولينج بتاعت السيم ميكانكس ناس، دي برضه هنرجع نلونها بلون عشان نميزها عن البلوكات بتاعت السيميولينج العادية. يبقى كل البلوكات المتلونة ديت بتاعت ال سيم ميكانكس. وقلنا الوصلة الوحيدة بين بلوكات السيم ميكانكس والسيمولينج او الماتلاب هي عبارة عن السنسورز والاكتيفيتورز. السنسورز او المقاسات بتقيس الحالة بتاعت الماشين بتاعتي وبتطلعها لي، ممكن اوصلها لأي بلوك تاني مع السيمولينج او الماتلاب، وبالمثل برضو او بالعكس الاكتيفيتورز. الاكتيفيتورز بتاخد الانبوت بتاعها او الداخل بتاعها من السيمولينج بلوكس وبتدخلها لي على المكنة بتاعتي، مثلا نقول له فورسز او توكس او خلافه. يبقى هنا هو الداخل بتاع الاكتيفيتور، ممكن اوصل اي بلوك من السيمولينج او اي سيستم او اي خارج من اي سيستم من السيمولينج. انا اللي انا عايزه ايه دلوقتي من السورسز؟ عايز مثلا احط عجله وسرعه وزاويه، احطهم مثلا عن طريق كونستانت هي قيم ثابته. هنقلهم هنا، عايز مثلا واحد اسميه انجلر فيلوسيتي والسرعة الزاوية وانجلر اكسلريشن او العجلة الزاوية. تمام. طب انا عندي دلوقتي في 3 قيم، وهنا في عندي او 3 بورتس 3 مخارج، وانا عندي مدخل واحد. ازاي ده؟ مش هينفع طبعا اوصل هنا كده التاني، ما ينفعش، مش هيتصل. طب لو اجرب مثلا اسيميوليت كده يطلع لي سالب خطأ، يقول لي ما ينفعش، ازاي الكلام ده؟ انا عندي، انا محتاج 3، الانبوت بتاعي يكون 3 فاليو، العجله الزاويه والسرعه الزاويه والعجله الزاويه، انت ازاي مدخل لي سيجنال واحده؟ طيب يبقى احنا لازم نجمع الـ3 سيجنالز دول مع بعض في باص او في نقل، يعني 3 اسلاك مثلا عايزين نجمعهم في سلك واحد. نبدأ السيميولينك، حاطط لنا حاجه هنا في الكومن يوز بلوك، مثلا حاجه اسمها باص كرييتور. اللي هو يعمل لي ناقل او يلم لي شويه اسلاك مع بعض في سلك واحد.
كان عندي كام سلك داخل؟ 3، يبقى لازم اقول له عايز ال number of inputs بتاعتي 3. تمام جدا. طيب السرعة الزاوية والعجلة الزاوية بتاعه اوصله بالاكتيفيتر كده. تمام جدا. طيب ايه الحاصل عندنا؟ هي احنا كده بالرياضة ان ان السرعة هي تفاضل العجلة، او السرعة الزاوية هي تفاضل هي تفاضل الزاوية، والعجلة هي تفاضل السرعة. طيب يبقى انا عندي في كأول تجربة عايز اخليه مثلا مجرد يقف في زاوية مثلا ثابتة اللي هي مثلا صفر، فالسرعة هتبقى صفر، دي السرعة وهو واقف وبالنفس للعجلة. تمام تمام نجرب كده نشوف ايه اللي هيحصل. يبقى مجرد المحرك بتاعي ده المفروض يوقف المشيت بتاعتي. تمام جدا، وقفها عند زاوية الصفر اهو، اقوم تاني وقفها متتحركش زي الاول تحت تأثير الجاذبية. طيب ده كلام جميل جدا. تعالى كده نشوف السكوب بتاعي بيطلع لي ايه، بيطلع لي برضه الزاوية بقى دلوقتي، ادوس على ديت عشان يأبدت الزاوية كلها بقى الصفر. طيب انا برضه هنا ما استفدتش حاجة كبيرة جدا، انا عايز اعرف يعني اخلي السينك ميكس يحني بقى من الحسابات اللي كنت بحسبها. مثلا عايزه يحسب لي التورك او العزم اللازم اللي انا اثبت فيه البندول في هذا الوضع او في اي زاوية مثلا. طيب الاقي السنسور بتاعي الجميل ده ممكن يحسب لي الكمبيوتر توك او التوكس عن طريق بوحدتها نيوتن متر. تمام، هنا الاختيار ده بيقول لي خلي لي الاتنين سيجنالز يطلعوا في باص واحد او في نقل واحد، لا انا عايز كل سيجنال تبقى لوحدها. فهنا خليها لي في سيجنال للانجل دي بتاعتي القديمة، و السيجنال التانية دي بتاعت العزم. ممكن انزل تحت كده شوية عشان يبقى عندي واسع. تمام تمام فاضل فوق. يبقى اللي انا ايه عايز دلوقتي، عايز كمان سكوب هنا عشان اطلع فيه التورك اللي هو المخرج التاني بتاع السنسور. اروح لللايبراري من سينكس، اخد كمان سكوب احطه هنا اوصل ده كده. طب انا عندي هنا سكوب بتاع تورك كون مثلا. طيب تعالى كده نجرب تاني نشوف ايه اللي بيحصل. نلاقي هنا حسب لي التورك اللازمة عشان اثبت البندول بتاعي في علوز هذا الوضع. عشان اعرف القيمة بالظبط ازاي ممكن اعمل عليها كليك، يقول لي مثلا تقريبا 186.4، ممكن اعمل زوم برضه هنا تكبير بالعدسة ديت عشان يجيبها لي بالظبط كده، يقول لي بالظبط هي قيمتها قد كده. تمام تمام. طيب ايه تاني ممكن السنسور ده يديهولي؟ ممكن مثلا او انا ممكن اعمل حاجة جميلة جدا، انا عايز اخلي الاتنين دول يجوا في سكوب واحد بحيث اعرف مثلا عند الزاوية المعينة التورك المعين بيبقى ليها ازاي. الكلام ده ممكن الاسكوب فيه برضه خيار هنا يعمل لي اتنين سكوبس مع بعض مثلا، فانا اخليه يقول لي نمبر اوف اكسس هنا اتنين، فاسمي الاسكوب بتاعي دي نصين. تمام خلاص، يبقى انا ممكن اوصل بقى اشيل ده كده خالص مش محتاجه دلوقتي، اوصل ده هنا كده. تمام يبقى ده كده خلاص، اسمي اسم جديد بقى اسميه انجل مثلا اند تورك. طيب لازم نجرب تاني نوعين تاني. شوف العدسة ديت يا بابا، نلاقي طبعا عندي هنا دلوقتي الزاوية ثابتة والتورك ثابت. تمام، لو عايز احسن شوية في السكوب بتاعي، لو اعمل رايت كليك او كليك باليمين
واختار اكسس بروبرتي، اكتب على اللي فوق دوت الليبل بتاعي مثلا انجل، والتاني ده اكتب عليه الطرق. طبعا تبقى العملية احسن لو كل حاجة ليه اسم كده واضح بحيث ان انا ما اتلخبطش. طبعا احنا بالنسبة لنا ما بنهتمش بالحاجات دي، لكن برضه مهم المظاهر اللي ملهاش لازمة طبعا ملهاش لازمة، لكن ديت حاجات اساسية. في غلطة هنا، تمام. يبقى انا كده سميت كل اكسس، دوت بيديني الانجل ودوت بيديني التورك. زي ما قلنا لو السيستم عندي كبير ومش مسمي كل حاجة هتلخبط يعني، وبيقولوا التنظيم بيوفر نصف الوقت. نجرب، عايزين نحسن بقى شوية او يعني نزود فيه الامكانيات شوية. احنا بقى عايزين نخلي المحرك بتاعنا دوت يحركه بسرعة ثابتة. يعني ايه سرعة ثابتة؟ يعني مثلا هينفع كده اقول له مثلا حركولي بسرعة 10 ديجري في الثانية، ماشي. بس هنا كرياضة ما ينفعش يبقى عندي في سرعة ثابتة وفي الزاوية برضه ثابتة. الرياضة بتقول ان السرعة تفاضل الزاوية، بالنسبة للسرعة الزاوية والعجلة تتفاضل السرعة. طيب الكلام ده ازاي نعمله؟ يبقى الكلام بتاعنا ده كده ما ينفعش، يبقى لازم نعمل السرعة والعجلة والزاوية عبارة عن، او ممكن نجيبها بالعكس، ان السرعة هي تكامل العجلة والزاوية هي تكامل السرعة. طيب ازاي الكلام ده نعمله؟ يبقى خلاص الكلام بتاعنا ده كله مش عايزين دوت. نرجع للسيميلينك بتاعنا، عايزين بلوك بتاع تكامل. ممكن نلاقيه هنا في الكومنلي يوز بلوكس. انتجريتور، تمام. يبقى عندي دلوقتي ده كده العجلة ده ايه، هنا يبقى الانجلر فيلوسيتي. تمام، عايزين كمان انتجريتور. يبقى الخارج ده ايه؟ هيبقى الانجل. يبقى كده الرياضيين عندي مظبوط، السرعة هي تكامل العجلة والزاوية، عايزين نوسع شوية كده لنفسنا، والعجل والزاوية هي تكامل السرعة. تمام، فاضل ايه؟ فاضل بقى اوصل البورتات ديت، شكل بقى وحش جدا. ممكن طبعا بالاسهم بتاعت الكيبورد بحرك البلوكس عادي. تمام، وصلت كده والسرعة العكس. طيب ايه اللي هيحصل دلوقتي؟ انا مدخل له عجلة صفر يعني مفيش عجلة، وبالتكامل هيبقى السرعة برضه صفر والزاوية صفر. نجرب نلاقي نفس الكلام، ان البندول بتاعي واقف عند زاوية صفر. طيب عايزين نحسن فيه شوية، عايزين مثلا نحط مثلا عجلة ثابتة مثلا 1 ديجري او 1 درجة على الثانية تربيع. ايه اللي هيحصل بالرياضة كده؟ يقول ان انا عندي عجلة ثابتة يبقى في سرعة متزايدة. نشوف كده ايه اللي هيحصل، نلاقيه بدأ بيلف للفوق عشان الفوق ده اتجاه الموجب، لو حطيت العجلة السالب يلف لتحت.
تمام، ممكن نزود شوية الفترة بتاعت السيميوليشن 100 ثانية. اي بيلف بسرعة متزايدة فعلا. طيب زي ما احنا قلنا كده، انا هنا هوت ممكن احط اي بلوك بتاع سيميلينك، يعني ممكن اعمل اي سيستم بتاعي هنا يطلع لي مثلا الزاوية والسرعة والعجلة بأي شكل او بأي معادلات انا عايزها، وفي الاخر بس محتاج 3 سيجنالز يدخلوا على الجوينت اكتيفيتور بتاعي. مثلا نحط اي سورس تاني، مثلا نفترض مثلا نحط ستيب. مكان الكونستانت دوت امسح ده خالص، ديليت، بختار البلوك وبدوس ديليت عادي او رايت كليك وديليت، اوصل دوت مكانه. ايه موضوع الستيب ده؟ ديت ستيب فانكشن، هقول له مثلا الوقت بتاعها عند 3 ثواني، هبدأ بواحد مثلا وهنتهي لصفر، يعني ابلاي او حط لي عجلة مقدارها 1 ديجري أو درجة على الثانية تربيع لمدة 3 ثواني. دي معناها ايه؟ معناها ان انا هحط مثلا زي ما اكون زقيت البندول كده بقوة وبعد كده سبته، فهيعمل ايه؟ لو مفيش فريكشن او مفيش احتكاك هيلف بعجلة بسرعة ثابتة. نجرب. يبدأ يتحرك بسرعة ثابتة. تمام، تعالى كده نشوف بقى ايه اللي حصل هنا. هنا العجلة بتاعتي برضو رايحة من صفر لحد 180 ترجع تاني. هنا في السيم ميكانيكس عنده العجلة الرينج بتاعها من سالب 180 ل 180، فهو راحت ل 180 وبعد كده ترجع تكمل من سالب 180 وهكذا. نبص على التورك، شكله بقى جميل جدا. تمام، طيب يبقى احنا كده تقريبا خلصنا النموذج المبسط بتاعنا للبندولية. عملنا ايه؟ عملنا وصلة حطينا فيها قضيب ووصلنا الكورة، عملنا مجس او سنسور شفنا بيه العجلة والسرعة الزاوية لو عايزين برضو، أو العجلة الزاوية وكمان التورك، وحطينا محرك للجوينت دوت بيحركها لي مثلا بسرعة معينة أو بعجلة معينة أو بزاوية معينة. زي ما شفنا هو الموضوع سهل خالص، مفهوش أي حاجة. وهي مفيش أي حاجة صعبة مع المثابرة يعني، ومع الصبر ومع المحاولة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول وما يتوكل على الله فهو حسبه.